وفي نشرة إخبارية سابقة قال الكاتب الصحفي جميل الذيابي من الرياض إن قطر توظف أذرعها لبث الفتن وخطابات الكراهية. اللي يعني نعرف النظام الدوحة نظام الحمدين استنزف ثروات الشعب القطري بإنفاق ملايين الدولارات على وسائل إعلام، مراكز بحوث، دراسات، شركات العلاقات العامة الغربية. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين صورة استغلالها أيضا في الهجوم على البلدان العربية وخصوصا الدول العربية المقاطعة لها، وأيضا الكثير هناك وهناك. ونعرف مدى يعني تدخلها في الشؤون الداخلية لبلدان عربية مثل ليبيا وتونس وكذلك في العراق، وكل ذلك يعني عبر دولارات وغاز. هناك يعني عمل قطري نحو يعني تزييف الحقائق ونشر تقارير أيضا غير صحيحة وتنظيم ندوات مشبوهة ضمن أجندات يعني تخريبية متآمرة ضد السلم والأمن العالمي. قطر توظف أذرعها دائما في بث الفتن والاضطرابات وترويج خطابات الفوضى والكراهية، وهذا ما يؤثر دائما على صورة الإسلام والمسلمين. وبالتأكيد يعني ما يتم عمله حاليا من كشف وفضح الممارسات القطرية هو بسبب المقاطعة من الدول الأربع عندما ركزت المجهر الدولي على تلك الممارسات والسلوكيات القطرية التي كانت تقتات على المراهقات للأسف السياسية على حساب أمن دول الخليج.